صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم واحد لسنة 2023 وذلك بناء على عرض مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء جاء فيه يعين في مكتب رئيس مجلس الوزراء كل من السيد محمد علي محمد الحميقاني مديرا لإدارة التنسيق والمتابعة السيد محمد خالد أحمد الكعبي مديرا لإدارة المراسم